سنة راحت سنة عدت، سنة خلصت وخلاص، سنة جاية سنة اتمدت والخير جاي للناس. كان عندك حلم ولسه مش قادر تحققه، بكرة الصعب ممكن وطريقك هتلحقه. إيه يعني وقفت شوية واستبعدت المشوار؟ عزمك وإرادة قوية هتخطي جوه النار. فرصة جديدة أيوة هي جاتلك، امسك فيها جامد بسنانك، اوعى تخلي حد يهدك، خليك جامد ثابت في مكانك، على وضعك كمل عافر وهتوصل. اه صدقني، واللي ما صدقش يا شاطر بكره هيقول ده سبقني. ما تفكرش كتير في خساره او في زمان عدى وراح، ايوه يا صاحبي خدها بشاره، في طريقك هتلاقي نجاح. ايوه بقولك كده صدقني، فرصه كبيره مستنياك. احلم، عافر، انجح، افرح، واحنا كمان نفرح وياك. اعزائي مشاهدي برنامج سبوتس مع انور سالم في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، تحيه مباركه لكم وعام جديد سعيد باذن الله. اولى حلقات برنامج سبوتس في العام الجديد 2021، بنقول لكل المشاهدين في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم اجمعين كل سنه وانتم طيبين. هابي نيو يير، عام جديد يكون على الكل سعيد، عام يكون فيه شفاء، عام يكون فيه انتهاء للوباء، عام يعم الخير على الجميع ويبعد عننا كل الشرور ويرفع عن بلدنا عن مصرنا الحبيبه والمصريين اجمعين، يبعد عننا الشرور ويبعد عننا الاوبئه والامراض، وان شاء الله باذن الله يكون عام فتحه خير على الجميع، واللي ما نجحش هينجح، واللي ما قدرش يكمل طريقه هيقف من جديد ويكمل. حابين نبدأ لكم العام الجديد بحلقة كلها سبوتات مضيئة جميلة، نتكلم عن حاجات كويسة في حياتنا وفي مجتمعنا عشان نقول للناس في خير، في أمل، في حلم، في عمل، كله هيتحقق، وإن شاء الله كل اللي جاي جديد خير وأبشروه. أول حاجة هنتكلم عليها النهاردة هي رابطة مكفوفي مصر. رابطة مكفوفي مصر هي رابطة أسسها شاب اسمه أحمد حسام وهو طالب بكلية أداب عين شمس، أسسها من حوالي سنة، والرابطة بدأت تعمل حملات توعية مش بس للمكفوفين كمان لأهالي المكفوفين عشان يعرفوا إزاي يتعاملوا معاهم. قدموا العديد من الدورات وحاجات توعية خاصة، مثلا بقانون رقم 10 لسنة 2018 عملوا دورات وندوات عشان يعرفوا الناس بحقوق ذوي الإعاقة، وشفنا منهم حاجات كتير جدا. أنا متابع أعمالهم وبصراحة حاجة مشرفة وتدعو للفخر وللأمل. أنا كنت بتشرف يوم الخميس اللي فات إن أنا كنت مدعو لاحتفالية مرور عام على تأسيس الرابطة، وتتزامن كمان مع احتفالية العام الجديد، ونظرا لظروف كورونا والإجراءات الاحترازية كان الاحتفالية كانت موجودة على تطبيق زوم أونلاين، وقدموا فيها حاجات جميلة جدا. شفت إزاي فتاة موجودة معانا، طبعا احنا بنتكلم على رابطة مكفوفي مصر مش بنك الطعام، لسه ما اتكلمناش عنه. بنقول إن رابطة مكفوفي مصر قدمت في الاحتفالية دي حاجة جميلة جدا، وقدموا شابة صغيرة، طفلة صغيرة وهي قاعدة بتعزف على البيانو من المكفوفين، شيء رائع جدا. قدموا مهندسة وهي بتستعرض ازاي تأسس البيت للمكفوفين سواء اللي كانوا مكفوفين من الصغر او تحولوا لمكفوفين. وشفت كمان كلام جميل جدا على مكتبة طه حسين في الإسكندرية، وازاي ان هي بتقدم حاجات للمكفوفين وتكنولوجيا خاصة بالمكفوفين، وازاي كمان كاتبة تعمل كتاب بطريقة برايل وتعمل له كمان حفل افتتاح وحفل توقيع. كلام جميل جدا وشيء جميل، ناس تستحق التحية والإشادة والتهنئة بالعام الجديد وبتاني سنة ليهم، إن شاء الله موفقين دائما. تاني نقطة ضوء موجودة معنا النهاردة هو بنك الطعام الدمياطي. بنك الطعام الدمياطي تأسس من حوالي 3 سنوات. طبعا اللي يسمعني يقول بنك الطعام الدمياطي يعني له علاقة بالطعام، أيوة له علاقة بالطعام، وكانت البداية فعلا لما كانوا عملوا 3200 أسرة بيقدموا لهم طعام، بس مش ده بس اللي هم بيقدموه، لا ده قدموا حاجات كتير جدا من رعاية المرضى وخدمات المستشفيات
وظهر ده جليا في موضوع كورونا لما قدموا أسرة وكمامات وقفازات واسطوانات أكسجين، ويعني كمان ملوا اسطوانات الأكسجين وشحنوها بالأكسجين للمستشفيات، مش بس المستشفيات كمان للمرضى اللي كان عندهم عزل منزلي، وقدروا ان هم يقدموا لهم خدمات كتير جدا. انا معايا يعني الكلام كتير جدا ومشحون ببعض المعلومات والارقام، بجد حاجه مشرفه جدا لما تلاقي ان عام 2020 قدموا فيه تبرعات لمستشفى تحديدا لمستشفى اورام دمياط، وكذلك المستشفى الجهاز الهضمي بدمياط، أجهزة بقيمة 2,800,000. أيوة الرقم صحيح، بنك الطعام الدمياطي عن طريق المتبرعين والمساهمين قدموا المبلغ ده فعليا. معايا أرقام كتير كمان، إن هم وزعوا بطاطين على الناس اللي موجودة في الشوارع، ده غير الحاجات العادية اللي بيعملوها زي الكفن المجاني، بيعملوا مقابر مجانية للناس اللي مش قادرة، وكمان بدأوا يعملوا كشوف مثلا للعيون، وعملوا مثلا كشف على 600 مريض، وده كان وعملوا 170 كرسي للحالات المحتاجة، كرسي للمعاقين وكبار السن تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وكذلك مديرية التضامن الاجتماعي. الكلام قدامي كتير وعندي معلومات كتير بتتزاحم في دماغي، عاوز اقول كل حاجة في وقت قليل. هم بصراحة يستحقوا ان احنا نفرد لهم مساحة في حلقات مش بس في دقائق. عاوز اقول كمان ان هم قريبا جدا هيعملوا عمليات قلب مفتوح مجاني فعلا للغير قادرين، كمان بياخدوا مرضى الاورام بياخدوهم من دمياط للإسماعيلية في حالة ان هم رايحين ياخدوا جلسات هناك، بياخدوا الاطفال اللي رايحين مستشفى 57 357. وبالمناسبة في طفلة رايحين يودوها النهاردة، بلغوني بيها امبارح، واتمنى ان الكل يدعو لها ان بالشفاء ان شاء الله هي وكل المصابين اللي بيتعالجوا حاليا من هذا المرض العين. كمان بيوفروا يعني حاجات كتير، انا بس عشان ما اخدش من وقت الحلقه كتير، انا بشكرهم شكرا جزيلا، وهم بصراحه بيقدموا خدمات تساوي وربما تفوق بعض الجمعيات والهيئات والمؤسسات الكبيره جدا اللي بنشوف لها كل يوم اعلانات في التلفزيون، ودول من غير اعلان بيعملوا ده. عشان كده بنعتبر ان السبوت الصغير البسيط اللي اقل من قيمتهم ده يعتبر اعلان ليهم، عشان نقول الناس دي تستحق ان احنا نقف معاهم عشان يساعدوا الناس. انا صراحه ما عنديش اليه التبرع او المساهمه معاهم، ولكن لا اقدر اقوله حضراتكم تقدروا تدخلوا على صفحات التواصل الاجتماعي وليكن الفيسبوك وتكتبوا بنك الطعام الدمياطي. وعلى فكره عندي معلومه بس مش هقدر اقولها نتيجه ان هم قالوا لي بلاش ان احنا نقولها، بس في تبرع بجهاز بمبلغ كبير جدا ان شاء الله خلال ايام في محافظه دمياط، وهنعلن عنه لما هم يعلنوا عنه. كمان في عندنا لقطه صغيره كده لفتاه صغيره في دمياط الجديدة كانت بتبيع الخبز، أنا بسمي الموضوع فتاة الخبز. البنت دي قاعدة حاطة الخبز قدامها وقاعدة عشان تبيعه، وفي نفس الوقت قاعدة في جنب وقاعدة تذاكر. البنت دي حد صورها ونزل الصورة، للأسف للأسف الصورة وصلت لي امبارح الساعة 11 أو 12 بالليل، كنت عاوز أخرج بالعربية وأروح وأسجل معاها وأوريكم الحالة الجميلة دي. أيوة زي ما حضراتكم شايفين كده، حاطة الخبز قدامها وقاعدة ماسكة الكتاب وبتذاكر. هي دي النماذج اللي تحتاج لسبوتات، هي دي النماذج اللي محتاجة ان احنا نشاور عليها ونقول هم دول ابناء مصر، واحنا دايما بنحاول نظهر لكم النماذج دي ونقول شدوا على ايديهم وشجعوهم. مش هقول لكم شجعوها بس انكم تروحوا تشتروا منها العيش، شجعوها بكلمة حلوة، شجعوها وزي ما قلنا الحلقة اللي فاتت بجبر الخواطر، اجبروا خاطر الناس اللي تستحق. حاولنا النهاردة في البداية السبوتات بتاعتنا كلها تكون حاجات منورة، حاجات جميلة، تكون مفيش فيها أي لا انتقادات ولا أي لوم ولا أي مشاكل، حبينا نقول إن فيها حاجة حلوة سواء السنة اللي فاتت نهايتها وداخلين بيها على سنة جديدة، إن شاء الله كل اللي جاي يكون حلو بإذن الله. إحنا وصل لنا فيديو كده بسيط من نور المصري، الفنان نور المصري حب يقول لنا بيه كل سنة وانتم طيبين، ويقدم لنا يعني تهنئة وتشجيع منه للبرنامج. تعالوا نشوف الفيديو عشان نطلع بعديه فاصل ونشوف بعد كده الضيف اللي موجود معانا النهاردة. انتظرونا وما تروحوش بعيد، سبوتس مع أنور سالم في انتظاركم. سبوتس مع أنور سالم.
يلا شغل السبوت يلا يلا جو هنشغل السبوت وهنفتح الأضواء على كل شيء في الشارع بكل نور مضاء هنصحى من الغيبوبة هنكون للخير سبوبة هنحقق الأحلام وهنطير في الفضاء يمكن هدفنا رسالة أو نغير الروتين كلنا لسه بنتعلم فبلاش نقول فاهمين فاصحى وركز معايا هقولك جملتين اعمل الصح وبكرة هتلاقيه في رسمتين واحد يشهد لك انك كنت كرة عين وحتى لو مشيتش فهتعيش مرتين مرة في أرض البشر ومرة عند رب العالمين في الجنة فوق عند رب العالمين تماسك يا صاحبي طب عيش يلا غني سبورتس مع أنور سالم سبورتس مع أنور سالم يلا شغل السبوت يلا يلا جو هنشغل السبوت وهنفتح الأضواء على كل شيء في الشارع بكل نور مضاء هنصحى من الغيبوبة هنكون للخير سبوبة هنحقق الأحلام وهنطير في الفضاء يمكن هدفنا رسالة أو نغير الروتين كلنا لسه بنتعلم فبلاش نقول فاهمين فاصحى وركز معايا هقولك جملتين اعمل الصح وبكرة هتلاقيه في رسمتين واحد يشهد لك انك كنت كرة عين وحتى لو مشيتش فهتعيش مرتين مرة في أرض البشر ومرة عند رب العالمين في الجنة فوق عند رب العالمين تماسك يا صاحبي طب عيش يلا غني سبورتس مع أنور سالم أعزائي المشاهدين عدنا مرة تانية بعد الفصل عشان نبدأ السبوت الرئيسي معانا النهاردة ومعانا النهاردة شاعر سيد الأبنودي أستاذ سيد اتفضل كل سنة وحضرتك طيب وأنتم طيبين وعلى الأمة العربية كلها والإسلامية بخير يا رب إن شاء الله إن شاء الله رب. أنت منورنا النهاردة في برنامج سبوتس الله يكرمك وإن شاء الله تكون حلقة جميلة تعجب السادة المشاهدين إن شاء الله النهاردة أنا ناوي إن أنا ما أتكلمش كتير أنا اتكلمت في الأول أسيبك بقى تتكلم وتقول لنا وتشعر لنا وتمتع السادة المشاهدين هتبدأ معانا كده بإيه؟ بس قبل ما تبدأ في بقى حاجة لفتت نظري كده وأكيد لفتت نظر كتير من المشاهدين سيد الأبنودي الأبنودي ده بيفكرنا بحاجة غالية قوي الخال الخال له عندي خل خال كل ما يرن يقول فين الوصال واللي له شوق يغني موال ورحمة فاطمة جنديل وحشتنا يا خال أبنودي شاعر عظيم وده لقب عشان الشعر واللي انا بقوله فمقرب للابنودي ومقرب للغته يعني فاطلقوا عليا اسم سيد الابنودي حضرتك سعيد اه سعيد الحمد منين من الصعيد من سوهاج اهلا وسهلا كل اهل الصعيد حبايبنا ومتابعين برنامجنا وبنقدم لهم كل التحيه بمناسبه العام الجديد استاذ سيد هتقول لنا ايه بقى دلوقتي انا هو زي ما اتفقت هتتكلم انت كتير وتشعر كتير وانا هسمع والناس هتسمع تمام اتفضل هقول شعر الفضة ليها تمن لكن الذهب غالي عمري ما بيعك يا صاحبي حتى لو كان التمن غالي صاحبه حبيبي اللي كان مني باعني ورماني عشان كلمة صدرت مني يا صاحبي ليه تبيعني بالرخيص وانا غالي نزلت سوق الرجال ادور على صاحب لفيت السوق ما لقيت ولا صاحب سألت اهل السوق على صاحب قالوا زمن الرجال انتهى ما تدور على صاحب يا خسارة يا زمن لما يكون الخسيس فيك صاحب قلت يعني ايه يا زمن هنعيش من غير صاحب قال الزمن يا ولدي عيش وحيد احسن ما تندم على صاحب ده الخسيس في السوق بقاله سعر وبقولوا عليه صاحب والصاحب ساحب صاحب. الصاحب ساحب وحضرتك لمست في كلماتك موضوع مهم جدا الصحاب الاصدقاء اللي ممكن ياخدوا الصاحب يمين او شمال وللاسف في ايامنا كتير قوي بياخدوا شمال ولازم كل واحد عينه في وسط راسه وأهله يخلوا عينيهم في وسط راسهم عشان الصاحب ما يبقاش ساحب لحاجة سيئة جميلة يا أستاذ سيد هتقول لنا إيه كمان أنا زي ما اتفقت مش هتكلم أقول حاجة تانية
يا ابن آدم، إيه اللي غيرك يا ابن آدم، الزمن ولا الناس؟ إذا كان الزمن أرجع قبل ما يدوسوا عليك الناس. أنا بقول للأصيل أصبر، مهما داسوا عليك الناس، ده الخسيس مهما علي لازم يجي يوم ودوسوا عليه الناس. ياللي معاك المال أوعى تغرك دنيتك وتقول أنا من الأعيان. يا مازال قبلك ملوك يقولوا إحنا من الأعيان، أتاهم المرض واصبح على الفراش عيان، يبكي ويقول خدوا مالي وارجع تاني بصحتي حتى لو هنام جعان. وعجبي وعجبي اه عجبي ده بقى صلاح جاهين. انت بقى شايف، هل يا ترى المشكله في الزمن ولا في الناس؟ لا، المشكله في الناس، الزمن هو هو، الزمن ما بيتغيرش. انت شفت السبت غير حد، شفت الحد جه مكان الاثنين؟ لا، كل واحد، الناس بس هي اللي بتتغير. طب ايه اللي اتغير في الناس؟ والله احنا افتقدنا الخير، وافتقدنا الانسانيه، افتقدنا الرحمه بيننا وبين بعض، افتقدنا حاجات كتيره مش موجوده. هو خلينا نقول ان هي موجوده والنماذج اللي قلناها في الاول، بس ممكن تكون القليله او مش بتسلط عليها الضوء ومحتاجه تقويم وتعديل في الفتره الجايه ان شاء الله. ربنا ان شاء الله يصلح الحال. وبعدين انت في مصر اكيد أم الدنيا. الدنيا طب بما ان كده لازم تقول لنا، طبعا قد الدنيا، لازم تقول لنا بقى حاجه وطنيه كده يعني نحرك بيها مشاعر الوطنيه عند الناس. يا جيش بلادي يلي رايح منك كل يوم شهيد، سايبنا ورايح على فين؟ الجنة ورضا الوالدين. الأم تبكي بدمع العين على الحبيب اللي مفارق وين. يا ولدي يلي رايح شهيد، بلغ حبايبك وصحابك وكل شهيد، النهاردة وبكرة هيبقى يوم عيد. أمانة عليك يا بلدي، خدي بالك من أم وولدي وأبويا وأخويا كمان، نفسي أشوفهم عايشين في أمان. أمك وأبوك وإخواتك وولادك وكل جيرانك في عينيا وقلبي يا ولدي من بعد فراقك. حقك عليا يا ولدي، ضحيت بروحك علشان أعيش، كان نفسي أحضنك وأبوسك ما كنتش أعرف إني مش هشوفك. حرقوا قلبي يا ضنايا، كنت ستري وغطايا، منهم لله منهم لله. منهم لله ورحمة الله على كل شهدائنا الأبرار على مدار العصور كلها. مصر دايما وجيش مصر يعني بينتج لنا كل يوم شهداء عشان يحمونا ويرفعوا راية بلدنا طبعا. من أيام الهكسوس وبعد كده وصلنا لأكتوبر، وكمان الظروف والوضع الحالي اللي احنا فيه. كان ليك قصة كده وحكاية قلتها لي بره الهوى مع شخصية هامة جدا، بل هي الشخصية الأهم طبعا في مصر، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو كان أيام ما كنت في الجيش في سنة 89، كان قالوا إن في ضابط عظيم جه الكتيبة، فبيمر يعني إيه ضابط عظيم؟ دي صفة ولا رتبة؟ لا، هي الكتيبة بيبقى لها حاجة اسمها ضابط عظيم، ده اللي بيلف على إيه، هو اللي ماسك الكتيبة يعني. فنازل في الفجر في الخدمة، فبيقول لي، قال كلمة السر طبعا، فبيقول لي صليت الفجر؟ قلت له لا سيادتك، هم قالوا يعني إن الصلاة أثناء الخدمة يعني لا، لازم يكون حد بديل ليك عشان يصلي. فقلت له يا فندم، قال لي طب خلاص، صح زميلك بالتناوب وصلوا الفجر. وراح مطبطب على كتفه قال لي، يا ابني اللي ما يحافظش على دينه مش هيحافظ على وطنه. حكمه رائعه، اللي ما يحافظش على دينه مش هيحافظ على وطنه، مش هيحافظ على وطنه. طبعا كان يعني لازم اول، ولسه كان بنجمتين القصه على عهدتك وروايتك وانت عصرتها. ولكن الكلام يعني يتصدق من اللي نسمعه من السيد الرئيس، يتصدق الكلام ان فعلا ممكن ده المبدا وده الاسلوب اللي هو بيمشي عليه طول عمره، يعني الوطن وقبليه الدين او الله ثم الايه الوطن. هو ساعتها كان ملازم اول، يعني ما كانش عارف نفسه هيبقى اي رتبه ولا اي حاجه، بتبقى نابعه من هنا سبحان الله، فهو ربنا يديله الصحه. استاذ سيد، انت سمعتني حاجات كتير متنوعه بره، فانا حابب اسمع الساده المشاهدين معانا، ومفاجاه كده انت قلتها لي بره باسلوب مختلف، ما قلتيش يعني مثلا قصيده بانك بتلقيها وخلاص، لا ده انت قلت لي حاجه كده بره بشكل مختلف، انا عاوز نفاجئ بها الجمهور يعني. هو دايما ان عشان انا سفر كتير بعيد طبعا عن ولادي، فكنت بقول دايما قصيده ايه، يا حمام يا مسافر على بلدك. لا ثواني بس، احنا ما اتفقناش على كده. اه انت سمعتني بره بطريقه تانية، عاوز اسمعها بالطريقه اللي انت قلتها لي بيها.
يعني انت عايزني اصلا ما بعرفش اغني يعني. لا لا ما قلتش غني وانت ما قلتش انك مغني انت شاعر بس الشاعر في كلماته لحن واي شاعر لما بيكتب كلمه بيكتبها بلحن فاكيد انت بتكتب في لحن بتغنيه بينك وبين نفسك مش لازم تغني هو بينه وبين نفسه زي ما بيسموه يعني كده في دول الخليج شيله بيقولها كده بطريقه معينه خلاص اقول شيله ماشي اقول شيله يا حمام يا مسافر على بلدك هبعت معك سلام حبيبي سابنه هجر وكانت ليلة مطر خايف عليه من البرد والرعد والعصار حنيني بكى الحجر والورد والأزهار نادى علي القمر والدمع منه سال ارحم دموعنا يا عم صحت علينا مواجع عدى عليها زمان عدى عليها زمان يا حمام يا مسافر على بلدك هبعت معاك سلام وايه السلام كان فيه ايه مع السلام حاجه تانية؟ السلام حاجات كتيره بس يعني مفيش اي حاجه تانية فلوس كلمه لا كلمة. سلام بس سلام بس الفلوس لا الفلوس ممنوع لا بعيد عن السلام طيب احنا معانا دقيقه ونص عاوزين في دقيقه تقول لنا حاجه كمان بس بنفس الطريقه والاسلوب الجميل ده حاجه تانية ماشي نختم بيها بقى طيب هقول لك حاجه مش ذنبي اتولدت فقير وابويا ما كانش وزير انا ابن ناس غلابه وبعيد عن الديابه رحت اخطب بنت الجيران قفل الباب في وشي وقال لي يلا يا غلبان صعبت عليا نفسي والدمع مني سال وقلت انا ابن ناس يا دنيا بس انت مش شايفاني اصرخ واقول الاه وعامله نفسك مش سمعاني خلاص يا دنيا هحاسبك خلاص مش عايز اناسبك بنتك عندك خديها خلاص انا هرميها انا اللي ضحكت على الدنيا ولعبت بيها الكوره وكتبت على السبوره انا اللي كنت غلبان اصبحت من الاعيان الجدع هو صاحبي والخسيس ملوش مكان ورحت اشوف بنت الجيران لقيته على الفراش عيان الحاله صعبه والدنيا ملهاش امان قال لي عايز اناسبك عملت اللازم كله وخليته في احسن حال قال لي عايز اناسبك قلت يا خساره يا خساره كان زمان كان زمان كان زمان لمست موضوع بتكرر كتير في يوم في الايام اللي احنا فيها الناس بتسعى على المكسب السريع فعاوز يجوز بنت حد غني وفي الاخر بيرجع يندم بالظبط قبل ما نختم طبعا انا عارف ان حضرتك بتكتب مسرحيات وبتكتب قصص انا عامل قول لنا اسماء بسرعه كده احنا مش هنقدر نعرضها طبعا في الحلقه ومفيش وقت معانا قول لنا اسماء كده سريعه المسرحيات عندي ثلاثه انا وحماتي وانا والتعليم وشر البريه وما يضحك شر البرية ما يضحك الحقيقة أنا كنت حابب النهاردة تكون الحلقة خفيفة وجميلة وكل حاجة والحمد لله كده بس في خبر محزن النهاردة وأنا جاي عرفته للأسف وفاة الكاتب والأديب الكبير وحيد حامد عليه رحمة الله يرحمه وهذا يعني نقدر نقول عليه من علامات الكتابة والأدب في مصر طبعا له أعمال أدبية وسينمائية كتير جداً يعني مين ينسى مثلا مسلسل الجماعة مين ينسى طيور الظلام مين ينسى عمارة يعقوبيان وكتير 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 وحاجات كتير نقدر نقول عليه الكاتب السينما السياسية يعني لو طبعا. إنجاز التعبير يعني الله عليه رحمة الله وبنوجه التعازي لمصر كلها في وفاة هذا القيمة والقام أستاذ سيد أنا بشكرك شكرا جزيلا نورتني النهاردة الله يبارك فيك متشكرين كانت أول حلقة في السنة الجديدة في السنة الجديدة طبعا واتشرفت بيك وإن شاء الله تكون سنة خير عليك وعلى كل الناس إن شاء الله إن شاء الله أعزائي المشاهدين دي كانت أول حلقة لينا في عام 2021 وإن شاء الله مش آخر حلقة ودي كمان مش الحلقة الأولى بس يعني إحنا الحلقة النهاردة التامنة من الموسم الثالث في البرنامج 47 من البرنامج وإن شاء الله مكملين معاكو على مدار حلقات جديدة هنعرض فيها سبوتات جديدة على شخصيات على موضوعات من خلال برنامج سبوتس مع أنور سالم ودايما بنقول في الختام لكم مني سلام